عبد العزيز بالخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان ضيف البارح في بلاتو قناة نسمة في الجزائر، وكان في استقباله السيد نبيل القروي الرئيس المدير العام لقناة نسمة. البارح 10 مايو 2012 خصت قناة نسمة المغاربية أكثر من 12 ساعة من البث المباشر لتغطية الانتخابات التشريعية الجزائرية. عرضت خلالها القناة العديد من المتابعات الميدانية زيادة على اللقاءات والحوارات، واللي من أهمها زيارة عبد العزيز بالخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني البلاتو نسمة في الجزائر. وكان في استقبال عبد العزيز بالخادم السيد نبيل القروي رئيس المدير العام لقناة نسمة، وقبل الدخول للبلاتو دار بيناتهم حديث مطول، وأدلى بالخادم بتسريحات حصرية لقناة نسمة بعد انتهاء عملية الاقتراع عبر 48 ولاية جزائرية. تغطية خاصة من قناة المغرب الكبير لحدث مهم عاشته الشقيقة الجزائر، وين تحول فريق متكامل من قناة نسمة قام بتغطية الحدث لحظة بلحظة بكل حياد وحرافية.